حول الموضوع انضم لنا من بيروت عبر الهاتف الدكتور سامي نادر، استاذ في العلاقات الدوليه. دكتور سامي، مساء الخير، اهلا بك معنا. التصاعد في التوتر في ازمه النووي من كوريا وبين كوريا تحديدا وواشنطن، يعني ما تداعياته وما مدى خطورته سواء على المنطقه او على العلاقات الدوليه؟ اعتقد ان يعني انها معادله جديده يصار في قيمتها على الارض، ولا اعتقد ان الامور سوف تخرج عن سياق التهديد والتهديدات المتبادله، لان المعادله النوويه اثبتت في الماضي حينما ترسي معادله ردع او موازين في القوى يصبح من الصعب لأي من الأطراف أن يضغط على الزناد. هذا يعني بداية. أما الموضوع اليوم هو مسألة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على كوريا الشمالية، وهي من هنا يعني تحاول الإفلات منها أو تعزيز موقع تفاوضي لها. هذا هو أعتقد يعني عمق الخلاف. ولا شك أن هنا الصين تشكل الرافعة الحقيقية للتأثير، ولديها قدرة للمحاورة وللضغط على كوريا الشمالية أكثر من أي طرف طيب آخر، وأصبحت دكتور اليوم في موقع تريد تهديدات كيم يونغ أون، وربما إلى أين يمكن أن يذهب بها؟ ما مدى خطورة فعلا تهوره واستخدامه النووي؟ أعتقد أنه استفاد لدرجة كبيرة من لن أقول التراخي ولكن التساهل من قبل الإدارة الأمريكية السابقة، واقترب إلى يعني اقترب إلى عتبة السلاح النووي الفعال. اليوم يعني أصبح شبه محسوم أن لدى كوريا الشمالية إمكانية نووية تليق يتوقف يعني إلى يتوقف على إمكانية صناعتها لهذه الرؤوس النووية المصغرة من جهة، والذي لديها قدرة على حمل رؤوس نووية. طيب بالنسبة للمجتمع الدولي، يعني تهديدات باستخدام النووي تهديدات ليست بالسهلة على الإطلاق، كيف يمكن الاصطفاف، توحيد الصف وتصدي لمثل هذه التهديدات؟ يعني أعتقد اليوم كما أشرنا الصين هي اللاعب الأساسي في هذا المشروع، والوسيلة الوحيدة الفعالة هي العقوبات الاقتصادية والمواجهة بهذه الوسائل. يعني سبق في الماضي أن اعترض الكثيرون حينما كانت موسكو في الاتحاد السوفيتي ومن ثم الصين على عتبة من الحصول على القدرة النووية، وانتهت الأمور أنها حصلت على هذه القدرة النووية، ولكن لم يتم استعمال هذا السلاح النووي منذ 70 عاما. لا أرى اليوم لماذا سوف يصار إلى استعمال هكذا سلاح. هنالك نعم دولة أفلتت من منظومة الحد من انتشار السلاح النووي، واستفادت بجهة كبيرة من وضع دولي سمح لها من الاقتراب والاستحواذ على السلاح النووي. ولكن اليوم مواجهة هذا الخطر أعتقد يتم بطرق اقتصادية سياسية دبلوماسية وليس بالطرق العسكرية. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا الدكتور سامي نادر، أستاذ في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بيروت. شكرا جزيلا لك.